عادة ما يكون المشهد الأخير من فصول الرواية هو التأكيد على النهاية التي باتت معروفة للمشاهدين. يتبقى فقط تحية الأبطال وفريق العمل. هذا هو الحال في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز في موسمه 2021 الذي يصدر الستار على فصول الليلة. انتهت القصة ما بين البطل المنتصر الزمالك والمكتفي بدور الوصيف الأهلي. وباقي الأبطال عرف كل منهم مصيره، حتى الضحايا الذين سيودعون المشهد في الفترة المقبلة لم يتبقى أي خيط درامي في اللحظات الأخيرة. ينبغي فقط تحية الجماهير على خشبة المسرح ومحاولة الحصول على أكبر كم من التصفيق كدافع من أجل الحصول على أدوار أكبر في روايات مقبلة. من ضمن الأبطال الذين خرجوا من فصول الرواية بدون خسائر أو مكاسب فريق المقاولون والاتحاد السكندري طرف مواجهة مرتقبة، نتابع تفاصيلها سويا. فأهلا بكم.